واخيرا التوليفه المظبوطه في ظل ظروف الاسعار الغليبه دي. لو انت عايز موبايل للجيمر وتلعب عليه شويه جيمز حلوين موجود. طيب بلاش دي، لو انت عايز شاشه تكون كويسه جدا وتقدر تتابع عليها كل فيديوهاتك المفضله على يوتيوب او اي منصه تانية برضو موجود، بلاش دي. لو انت اخيرا عايز كاميرا كويسه جدا في الفئه المتوسطه وكمان تديك ارقام حلوة قوي برضو ده موجود. اخيرا لقيت الموبايل اللي بيتجمع فيه كل المواصفات الكويسة وبسعر مناسب بالنسبة لأسعار اليمين دول في الفئة المتوسطة، وهو ريدمي نوت 12 اس. وانا محمد طايل، واكيد طبعا هقولك على كل مميزاته وعيوبه. لو عجبك المحتوى ولو عجبك الفيديو فانت اكيد لازم تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وتنسناش من حركة اللايك عشان نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من الناس ونقدر نفيد كل الناس. انا محمد طايل، ويلا بينا مع النوت 12 اس من ريدمي. وخلينا نبتدي معاكم بتصميم الموبايل ده، لان انت حرفيا كل ما هتمسك الموبايل ده قدام اي حد يا صديقي ما تقلقش، الموبايل ده مش هيبان رخيص اطلاقا. الموبايل بيجي من الظهر بكاميرات معتاده بنفس التصميم بتاع سلسله الريدمي نوت من شاومي كل سنه عادي جدا. ولكن المميز اللي هنا واللي انا حبيته قوي ان هو بيجي بسماعتين ستيريو سبيكر، سماعه من الاسفل وسماعه من الاعلى، ودي بتدينا صوت يعتبر الى حد ما كويس جدا. هو مش الاعلى بيزن ولكن هو كويس قوي، مع فتحه السماعات القياسيه 3.5 ملم جاك، ودي واحده من العوامل القويه جدا اللي ما زالت شاومي محافظه عليها في سلسله الريدمي نوت، وخاصه مع ال 12 اس، فدي حاجه بصراحه بسطتني. وكمان لسه محافظه على الاي ار بلاستر سنسور بتاعها، وده برضو ميزه كويسه قوي. بلس ان انت عندك حاجه مهمه جدا وهي فتحه الشاحن التايب سي 2 الاصدار الثاني، وده يعتبر سرعته في القراءه والكتابه لو انت بتنقل داتا بتكون اسرع شويه من الاصدار الاول، مع مايك عازل للضوضاء. ممتاز يا شاومي بصراحه، وتصميم الجهاز وخاصه اللون اللي موجود معايا تصميمه حلو جدا، واحساسه عمره ما هيبان ان هو رخيص في الايد. وزن الموبايل 176 جرام وسمكه 8.1، بصراحه حاجه حلوه جدا. انا بحب الموبايلات اللي وزنها في الايد يكون خفيف، مش يكون طقمه وداخل على الربع والنص كيلو يحسسني ان انا شايل قالب توب في ايدي. فبصراحة التصميم اقدر اديه 9.5/10. تاني نقطة هنتكلم عليها في الفيديو ده وهي الشاشة. الشاشة اللي هنا بتيجي من نوع AMOLED 90 هرتز، والسطوع بتاعها داخل البيت 700 نتس، وبره البيت بتوصل بيك برايتنس بتاعها ل 1000 نتس. وفعلا الشاشة دي معلهاش غبار اطلاقا، سواء جوه البيت او تحت اشعة الشمس المباشرة. الاوتو برايتنس بيشتغل بشكل كويس جدا، والسنسور فعال، وتقدر تشوف الشاشة دي بكل المحتوى اللي موجود عليها حتى لو تحت اشعة الشمس المباشرة والجو الحر بتاع مصر جدا اليومين دول. الشاشة دي كمان بتيجي بحجم 6.4 انش بدقة فول اتش دي بلس، وبتكون كثافة بكسلات حوالي 409 بكسل لكل انش، وده يعتبر رقم كويس جدا وكمواصفات تقنية على الورق لا غبار عليها يا صديقي. اما التجربة الفعلية فالشاشة دي بتيجي بهول بانش في النص مع حواف يعتبر مش الاصغر اطلاقا في الفئة دي، لا انا شفت في الفئات دي حواف اقل من كده بكتير جدا، ولكن مازالت شاشه كويسه جدا وبتقدم لي عرض محتوى على منصه يوتيوب او على اي فيديوهات تانية انت بتحب تتابعها او مسلسلات هتستمتع بالشاشه دي، خاصه مع السماعات اللي لسه متكلمين عليها. الاستيريو بتاعتها فعلا ممتازه جدا. السماعات الاستيريو مع الشاشه الفول اتش دي بلس الاموليد دي هتقدم لك تجربه عرض الوان وروعه في المشاهد، وفعلا هتقدر تتابع عليها كل الفيديوهات بتاعتك بكل سهوله جدا. ولكن عندي نقطه بسيطه بس، ان داخل السوفت وير انت بتقدر تلعب بكل الالوان المعتاده بتاعتك، وخاصه مع ال 114 واندرويد 13 الجديد اللي بيطلع من العلبه. فشاومي مديالك في ريدمي نوت 12 اس كل الحاجات اللي انت تقدر تتحكم فيها علشان تقدر توصل لدرجه الالوان المظبوطه اللي انت توصل فيها في الاخر، بتعدل الفيديوهات على الموبايل سريعه لتيك توك او يوتيوب شورتس، او حتى ان انت بتعدل صور بتاعتك على لايت روم. ففعلا من خلال الشاشه دي مع ظبطت بس شويه الوان خاصه ليك انت وكلر بروفايل خاص بيك انت هتقدر تطلع نتيجه من ورا الشاشه دي كويسه قوي. فتقييمي للشاشه 9/10. اما تجربتي عن البصمه فالبصمه هنا بتيجي جانبيه في قلب الفريم وتحت زرار الفوليوم اب والفوليوم داون، وتجربه البصمه هنا سريعه جدا، ولكن اتمنى من شاومي ان هي الانيميشن يخف عن كده شويه. مازال الانيميشن كويس ولكن انا محتاجه يقل يا شاومي بصراحه عن كده حبتين 3 4. ولكن تجربتي للبصمه ادائها 9.5/10
مستنيهم بس يخففوا الانيميشن بتاع فتحة البصمة اللي موجود في البداية. اما لو جينا نتكلم عن ثالث نقطة وهو اداء موبايل الريدمي نوت 12S هيكون عامل ازاي مع تطبيقات السوشيال ميديا ومع الالعاب. خلينا اقولها لك باختصار كده شديد يا صاحبي، ان الموبايل ده بيجي بمعالج من المعالجات اللي انا بحبها جدا بتاعة ميديا تيك، واللي بتنسجم فيها شاومي في السوفت وير قوي. ايوه هو صح، المالي الجي 96 واللي بيجي 12 نانو متر ومدعم بمعالج رسوميات مالي الجي 57 MC2، يعني بنويتين لمعالج الرسوميات، وكمان بيجي اندرويد 13 و114 من قلب العلبة، والموبايل ده مدعم بشاحن 33 واط وبطارية 5000 ملي امبير. تعالوا بقى نشوف التوليفة دي كلها والمواصفات اللي على ورقة دي هتدينا نتيجة اساسية وفعلية سواء مع تجربة السوشيال ميديا او مع الالعاب. خلينا اول حاجة يا صديقي ابتدي لك بتجربة السوفت وير وتجربة التطبيقات وفتحها وقفلها على الموبايل ده بتكون عاملة ازاي. كتير قوي بنسمع ان الريدمي نوت او شاومي عامة الموبايلات بتاعتها فيها باجز يا جماعة، لا عايز اقول لك التجربة هنا الاكسبيرينس بتاعتها مختلفة تماما. انا قلتها لك من الاول، انا بحب انسجام شاومي مع معالجات الميديا تيك، بيعملوا انسجام في السوفت وير رهيب. تقريبا الموبايل هنا ما فيهوش تقطعات، ما فيهوش نتشات في السوفت وير، ما فيهوش باجز اطلاقا زي اللي في العادي بنلاقيها مع معالجات كوالكوم من السناب دراجون. هنا الموضوع مختلف تماما، وبصراحه الوضع هنا كيفني قوي. المعالج بيأدي اداء كويس جدا، في انسجام رهيب مع السوفت وير، وده بيأثر بالايجاب طبعا على فتح وقفل التطبيقات مع الشاشه ال 90 هرتز. كل حاجه سلسه والتنقل ما بين القوائم سلس، حتى فتح تطبيقات السوشيال ميديا زي فيسبوك انستجرام يوتيوب، كل ده تفتحه بكل سهوله جدا مع الموبايل ده. انا ما حسيتش بيه باي لاج او اي تنتيش في السوفت وير. اما بالنسبه عن ادائه مع الالعاب فيا صاحبي بيشغل ببجي، كول اوف ديوتي، نيد فور سبيد، كل دي بيشغلها على اعدادات كويسه جدا، يكاد يكون هي الاعدادات الافضل فوق المتوسطه بشويه حلوين قوي على الموبايل ده. ففعلا اداء الموبايل في الالعاب البرفورمانس بتاعه كان تحفه، ابهرني لان انا بلعب ببجي على اعلى فريمات واعلى جرافيكس، ومع ذلك ما لقيتش اي تقطيع ولا اي سخونه في الموبايل رغم ان احنا بدرجه حراره عاليه. ممكن تلاحظ بعض السخونه ناحيه الكاميرا، ولكن مش السخونيه ان انت تسيب من ايديك فيها الموبايل، خاصه لو انت حاطط معاه جراب بتاعه، فمش هتحس بالسخونيه اللي هي بتزعجك قوي. ولكن الموبايل بيسخن هو من ناحيه بس الكاميرات، لكن هو يولع ويفصل منك ويقلل فريم ريت، لا ده ما حصلش معايا اطلاقا. اما بالنسبه عن اداء البطاريه فخليني اقول لك يا صديقي، بحكم ان المعالج حوالي 12 نانو متر فده مش احسن معالج لتوفير الطاقه، مش هكذب عليك، ولكن شاومي حاطه شويه عناصر كده اللي تقدر توفر بيها الطاقه داخل السوفت وير. اما عن تجربتي انا مع الاستخدام المكثف، واي فاي شغال، داتا شغال، اوتو برايتنس شغال، بستخدم الموبايل كتير، بصور بيه، بستخدمه زي ما انا عادي في التجربه بتاعتي اللي استمرت لمده اسبوع كامل. لا عايز اقول لك الموبايل بيجي على الساعه حوالي 6:30 7 بيكون خلاص في حوالي 25% من البطاريه، بس انا بصحى من الساعه 9 صباحا، موبايل بيشتغل سكرين تايم كويس، ولكن استهلاك الطاقه عشان المعالج مش افضل حاجه، ولكن دي متعوضه بالشاحن ال 33 واط. فانسى ان هو يكمل معاك يوم ونص اطلاقا، لا هو اخره لو انت استخدامك شاق هيجي على الساعه 6:30 7 يبقى في 25% بطاريه، اما لو انت استخدامك متوسط فيكمل معاك اليوم مستريح، لكن مش هيكمل يوم ونص اطلاقا. فانا راضي عن اداء الموبايل ده وتقييمي ليه 9.5 على 10. نيجي الرابع نقطه واللي انا مستنيها طول الفيديو وهي الكاميرات يا صديقي. من الطبيعي دلوقتي ان انت في ظل ظروف الاسعار العاليه فموبايل في رينج ال 10000 جنيه، ايوه هو ده تسعير الموبايل، بيلعب من 10 ل 10500 على حسب المكان اللي هتشتريه منه. يعني لو بتشتري من اماكن ريتيلات معروفه فهيبيعه بالسعر الرسمي 10500، لو عند تاجر تاني ممكن ينزل حوالي 100 150 جنيه، يعني من 10 ل 10500. فالموبايل هنا بقى اداؤه عامل ازاي في الكاميرات؟ ليه انا بقول الموبايل ده اداني توليفه تعتبر هي الافضل في الفئه السعريه اللي نازله فيها شاومي، علشان حطت لنا كاميرا رئيسيه خلفيه بدقه 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.9، ودي فتحه عدسه كويسه ورقم كميجا بكسل كويس جدا في الفئه المتوسطه، و8 ميجا بكسل للالترا وايد و2 ميجا بكسل للماكرو، بيصور فيديو لحد 1080p على 30 فريم. اما الكاميرا 116 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4 وبيصور فيديو برضو لحد 1080p
على 30 فريم. مبدئيا كده خليني اقول لك ان العيب الوحيد ان هو موبايل في رينج ال 10000 جنيه، موبايل متوسط واخره 1080 بي، يعني لو انت جايبه مثلا عشان تبتدي بيه تصوير شويه فلوجات فيديوهات على تيك توك، لا هو اخره فول اتش دي، مش هيصور لك 2K ولا 4K حتى، ولكن ده مش مطلوب قوي في الفئه المتوسطه، ولكن حبيت ان انا انوه عليه. اما بالنسبه لتصوير الصور بقى الفعليه بعيده عن الارقام اللي انا لسه قايلها دي كلها، الكاميرا الرئيسيه الخلفيه بتطلع صور مبهره، طول ما انت في اضاءه كويسه جدا او في اضاءه النهار الكاميرا دي هتطلع لك شويه صور بتفاصيل حلوه قوي، وكمان هتبقى احلى واحلى لو انت دخلت وعدلت عليها على اللايت روم، هتقدر تطلع النتائج زي اللي انا مطلعها دي حرفيا، الصوره قبل والصوره بعد. ففعلا انا مبسوط جدا 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 بتصوير الصور الثابته من العدسه الرئيسيه بالنهار. اما لو جينا بالليل مع فتحه العدسه F1.9 فطبيعي بيكون في شويه نويز، ولكن المعالجه بتاعه المعالج هنا بتقدر تاخد الموبايل ده لليفل حلو شويه، وبتحاول تقلل النويز والتفاصيل ما زالت بتفضل واضحه. فبصراحة تصوير الكاميرا الخلفية متاح جدا ان انت تنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وكمان تقدر تعدلها باللايت روم من غير ما تفقد اي نوع من انواع الكواليتي خالص يا صديقي. ولو صورت بال 108 ميجا بكسل انت هتاخد اعلى تفاصيل من السنسور اللي موجود في ريدمي نوت 12 اس. اما بالنسبه للالترا وايد فهي كاميرا كويسه، ولكن بالليل لا طبعا، انت بتصور بيها في النهار عشان فتحه العدسه بتاعتها ضيقه شويه، ولكن هتديك صور مقبوله وصور فيها فيلد اوف فيو يعتبر كويس. اما ال 2 ميجا بكسل الماكرو زي بقيه كل موبايلات الاندرويد، هي عدسه معموله للدعايه وكمان بتصور صور كويسه، ولكن ما تعتمدش عليها قوي. اما الكاميرا السيلفي فطبيعي زي ما بقول في كل فيديوهات ليها علاقه بشاومي وريدمي اطلاقا. يا جماعه نفسي تغيروا المستشعر بتاعكم، يعني عارف بتوع شاومي دلوقتي بيتفرجوا على الفيديو، ليه مصممين ان انتوا تعملوا الكاميرا الخلفيه كويسه والكاميرا الاماميه ليه مستخسرين في السنسور بتاعها قوي كده؟ هي هتطلع صور كويسه وتفاصيل كويسه والوان حلوه، ولكن مش الاحسن اطلاقا في الفئه السعريه اللي نازل فيها الموبايل من 10000 ل 10500 جنيه. فقولا واحدا انا اتكيفت قوي من الكاميرا الخلفيه الرئيسيه، خاصه في اضاءه كويسه او بالنهار هتطلع منها صور استحاله ان انت هتقدر تقول عليها ان دي طالعه من جهاز فئه متوسطه. خليني بقى اقول لك ان وسائل الاتصال الشبكات هنا في الموبايل بالامانه كانت معايا كويسه جدا، انا معايا شبكات اتصالات وفودافون واورنج، ومعايا وي، معايا تقريبا كل الشبكات، ولكن الخط اللي بستعملهم باستمرار هي اتصالات وفودافون، وتقريبا معظمكم برضه هيستعملوه. فبصراحه الشبكه كانت معايا ممتازه جدا على اداء الخطين دول خلال الاسبوع التجربه بتاعي واللي كنت حاطط فيه ارقامي الشخصيه، وما لاحظتش ان اي حد اطلاقا خد باله ان انا مغير الموبايل او بيقول لي الصوت مش حلو او بيقول لي الشبكه بتقطع، لا اطلاقا الصوت كان كويس جدا والشبكه كانت كويسه. ولكن هتعن لك مشكله بسيطه قوي، وهي زي كل موبايلات شاومي مفيش بروكسيميتي سنسور حساس التقارب، تقريبا طول ما انت برضه حاطط الموبايل على ودنك السنسور هيهيس، فطبيعي لما تيجي تعمل مكالمه يبقى اعمل لوك للموبايل من خلال زرار الباور علشان الشاشه ما تفتحش وتطلب ارقام غريبه وتعمل هولد وحاجات غريبه كده. ولكن وسائل الاتصال كويسه جدا، واي فاي كويس قوي، وكمان الجي بي اس بيتحدد بشكل لحظي جدا لان هو اعلى كمان شويه حلوين من الريدمي نوت 12 بصراحه، في تحديد الجي بي اس والاماكن هو اعلى شويه بس، لكن سنسور تقارب كعاده شاومي تقريبا ما جاش في الموبايل. طيب دلوقتي وصلنا لاخر نقطه في الريفيو ده، وهو ايه الفرق ما بين الريدمي نوت 12 والريدمي نوت 12 اس، وهل يستاهل ان الفرق ما بينهم يوصل ل 2000 جنيه ولو انا نازل دلوقتي اشتري اضحي واحط ال 2000 جنيه واشتري ال 12 اس، ولا اوفر ال 2000 جنيه واشتري الريدمي نوت 12 العادي؟ بص خليني اقول لك ان كل فئه سعريه ال 2000 جنيه دول يعتبر دلوقتي كتار شويه، ولكن انا بقول لو انت ميسور الحال وربنا كرمك وعندك استعداد تحط ال 2000 جنيه، نصيحه اطلع لل 12 اس. وهقول لك على ثلاث نقط مهمين جدا، لو انت فيهم واحده منهم تهمك يبقى على طول من غير تفكير يا معلم وربنا كرمك حط ال 2000 جنيه. واول نقطه هي الكاميرات، الكاميرا هنا مختلفه مش عشان عدد الميجا بكسل اعلى ال 108 ميجا بكسل وهناك كان ال 50 ميجا بكسل، لا انا زي ما قلت لك في بدايه الفيديو في انسجام ما بين شاومي وميديا تك، فبالتالي بيقدروا يعملوا معالجه الوان كويسه، تظبيط سوفت وير كويس، فمعظم النتشات وبعض الباجز اللي كنت بتلاقيها في الريدمي نوت 12 العادي لا مش هتلاقيها موجوده هنا في الريدمي نوت 12 اس، وخاصه مع معالجه الالوان يعتبر بالنسبه لي انا افضل نسبيا شويه. تاني نقطه وهي لو انت حد جيمر يبقى مباشره يا معلم من غير تفكير وش كده على طول ادفع ال 2000 جنيه
وروح للريدمي نوت 12 اس لسبب الالعاب. المعالج اللي موجود هنا هو مش احسن حاجه في توفير الطاقه، ولكن في نفس الوقت انا معايا شاحن سريع 33 واط، ولكن هاخد عدد فريمات اكبر، هلعب على دقه احسن، هلعب من غير تقطيع في اي فريمات، لان هنا معالج الهيليو جي 96 من ميديا تك. والمعالجات الجي دي اصلا اول ما نزلت عملت طفره في مساله الالعاب زي ببجي وكول اوف ديوتي، العاب تقيله على اعلى فريمات. فنصيحه لو انت جيمر لازم تروح مع ريدمي نوت 12 اس. واخر حاجه وهي وسائل الاتصال والشبكات وحته الجي بي اس، طبعا افضل بكتير في الريدمي نوت 12 اس عن الريدمي نوت 12. مش معنى كده ان الريدمي نوت 12 وحش اطلاقا، ولكن الفرق ال 2000 جنيه من وجهه نظري انا الشخصيه، انا لو نازل اشتري انا هيفرقوا معايا شويه. فلو انت جيمر هات الريدمي نوت 12 اس. لو انت حد بيحب يكون البرفورمانس بتاع الموبايل اعلى والمعالج تحس فعلا فيه بقوه اكبر، هات الريدمي نوت 12 اس. لو انت عايز تاخد صور بشكل كويس احسن نسبيا، هات الريدمي نوت 12 اس. لو انت عايز تاخد استقرار تام في الشبكه وعايز تاخد جي بي اس احسن بكتير جدا، لو انت حد بيركب اوبر وكريم او انت حتى كابتن في اوبر وكريم، هات الريدمي نوت 12 اس. بس كده، ده كان كل حاجه عن مراجعه الريدمي نوت 12 اس. يا رب المراجعه تكون خفيفه ولايت عليكم وعجبتكم وقدرت تلمكم كل التفاصيل. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام يا صاحبي.